فيها رقم اثنين خلو حوار شخصيه. العقيد سيف الحديدي. وحضرتك جاي بصفتك المهنيه ولا بصفتك الشخصيه؟ بصفتي الشخصيه. انا جوز الهانم والمختصم في قضيه الخلع اللي رفعها عليا. وايه اقوالك؟ اقوالي اني بحبها وما اقدرش اعيش من غيرها، وكل اللي انا محتاجه انها تديني فرصه عشان اثبت لها حسن كلامي. انت موافقه على العرض ده؟ لا يا سياده الريس مش موافقه. معلش معليك، بس اصل هي اعصابها تعبانه يعني، واخده على خطرها مني. ايه ما تلم الدور بقى كده وتخلي عندك دم، عيب كده. بطل انت بقى تتهم كل الناس عشان تفضل صح طول عمرك. وايه هي اسباب رفضك؟ مش قادره يا سياده الريس، عشتي معاه تعبتني نفسيا. صح موفر لي كل حاجه من اكل ولبس وشرب، بس ده مش كل حاجه. ناقصني اهم حاجه في الدنيا، انه يعاملني زي البني ادمين. شفت معاك؟ قالت بعضمه لسانها ان انا مكفيها من ساسها من راسها. الست ده مؤاخذه عايزه ايه غير كده؟ سيبك بقى انا معاك بقى من حكايه الكافيهات، وعايز اروح كوافير وعايز مش عارف ايه، ده كلام فاضي، لكن نسوان على الفاضي، انا مش فاضي، انا راجل امن دوله. انت قدام محكمه، اتكلم بادب. وانت ايه ردك على الكلام ده؟ انا مش موافقه يا سياده الريس، ومصره على موقفي. حكمت المحكمه بقبول دعوى الخلع شكلا وموضوعا رفعت الجلسه. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.